أهلا بحضرتكم من جديد. الأسرة أساس المجتمع، تماسكها واستقرارها وحمايتها من التفكك أيضا هدف هام لكل من يعمل في الدولة، من بداية من أصغر صغير وأكبر كبير، خاصة في مواجهة أيضا انتشار بعض الظواهر الاجتماعية المستحدثة. كان من الضروري مناقشة كل هذه القضايا من خلال ما يتم للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من عدة ظواهر للأسف أصبحت دخيلة كما نقول على المجتمع المصري أو عاداته وتقاليده، منها ظاهرة الطلاق، العنف الأسري، وأخيرا ما نتعرض له من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وما ينتج عنها ما يسمى بالجرائم الإلكترونية. من المنطلق هذا دار نقاش مهم أيضا في الحوار الوطني اليوم حول هذه القضايا، تم طرحها على لجنة الأسرة والتماسك ضمن المحور المجتمعي. نفتحها ومع أهم هذه القضايا وأخطرها التي تمس الأسرة المصرية، نفتحها مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بنرحب بحضرتك يا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك. توجه الدولة واضح وأكيد، يعني رأينا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات والأشياء المختلفة يتحدث عن تماسك الأسرة المصرية وهو أساس من أساس تقدم الدولة. يعني كما ذكرت في المقدمة هناك ما يسمى به ما دخل على المجتمع المصري وتقاليد المجتمع المصري، احتاج لوجود لجنة فعلا لتماسك الأسرة والمجتمع وأهميته داخل الحوار الوطني. بطبيعة الحال نعم، هو الناس كثيرة لو تتذكر كانوا بينتقدوا كثرة عدد اللجان والموضوعات، ويقول لك طيب يعني دلوقتي لما تيجي على موضوع زي تماسك الأسرة، من وجهة نظر ناس كثيرة جدا هو موضوع أمن قومي، لأنه بدون استقرار أسري وبدون سلامة نفسية للناس ايه المجتمع اللي انت بتكلم عنه؟ هيبقى مجتمع مفكك، مجتمع هش، مجتمع تعبان، مجتمع سهل انه الاختراق والتأثير فيه. وبالتالي يعني لما يبقى في تماسك أسري صحيح ده من أولويات الأمن القومي، هذه نمرة. نمرة اثنين، أنا ربما أكون متحفظ شوية على فكرة أنها دخيل على المجتمع، بمعنى مش العكس، لا أقصد العكس اللي هي، لكن هو اللي حصل أنه كل شعوب العالم تقريبا مع الثورة التكنولوجية اللي حصلت حصل عندها تحول. في زمان حضرتك ما كانش فيه تواصل إعلامي سهل وعولمة زي ما احنا شايفين دلوقتي. كان دايما يقولك لو حصل خبر في أمريكا ممكن يوصل بعض للجنوب أفريقيا بعد 40 يوم. لو احنا نقارن كل 100 سنة المعارف كانت بتتراكم قد إيه. دلوقتي الدنيا بقت كلها فعلا أوضة واحدة مش قرية واحدة، فبالتالي بيه في قيم كونية أو قيم معولمة أو قيم عولمية. تذكر الزي الوطني لكل دولة، كان كل دولة ليها زي وطن، دلوقتي تقريبا الزي الوطني هو الجينز إلى حد كبير في العالم كله، والتيشيرت. الناس اللي بتمشي أنا آسف بالمياه الغازية والشيبس دي حاجة خطيرة جدا، بس بيت أو الصرعات العالمية أو الوجبات الجاهزة. العولمة عملت حاجات كتيرة بعضها كويس وكثير منها سيء، وبالتالي كل المجتمعات العالمية تأثرت. الولايات المتحدة لو تتذكر كان في صراع كبير جدا بين الولايات المتحدة والغرب عموما وبين الشرق، الشرق المتمثل في اليابان، الصين، كوريا، ماليزيا. ما عندهم ما يسمى حاجة اسمها القيم الأسيوية. يعني القيم الأسيوية يعني العمل الوقت أطول، ما فيش حاجة اسمها ساعات العمل اللي أوروبا بتلزم بها والراحة أقل بالضبط. وبالتالي المصانع المصنع أو الدولة في شرق آسيا كانت بتكسب أكتر، لأنه العمل عنده ولاء لشغلته وصنعته أكثر من فكرة ساعات العمل. الولايات المتحدة كانت بتضغط كتير جدا عشان تغير القيم الأسيوية دي وتجبر الأسيويين هم يشتغلوا بنفس القيم الغربية. ما أقصده أنه هناك قيم تحولت، مش بس دخيلة، هو بيئي، مش إحنا وحدين عشان برضو نبقى فاهمين الصورة. المشكلة اللي إحنا بنشكو منها اللي هي تغير القيم وتراجعها هي موجودة عند غالبية دول العالم، كل العالم بيشكو تقريبا بلا استثناء. فبالتالي هي قيم فرضت على عدد كبير جدا من الدول، خصوصا من الدول اللي عندها ثقافة أعلى، ثقافة قوية، إنتاج أكبر، تقدم أكبر. المتقدم بيفرض للأسف شديد شروطه، وعلى غير المتقدم أنه أحيانا بيقبل هذا الأمر، وبالتالي أنت بتبقى في حالة صراع طول الوقت. كيف تستطيع أن تحافظ على قيمك، على تقاليدك، على تماسكك الاجتماعي؟ إزاي تأخذ من التقدم أفضل ما فيه وتهجر أسوأ ما فيه؟ نعم.
النهارده طبعا السيد الرئيس طوال الوقت بالفعل من المنحازين جدا لفكره التماسك الاسري، الدفاع حتى عن مشروع الاسره ومحاوله الحد من نسب الطلاق، من حمايه الاطفال الناتجين عن مشاكل اسريه، كان واضح في السنوات الاخيره. النهارده انا حضرت النقاش في هذه اللجنه معظم الوقت. انا اظن انه من اللجان القليله او الجلسات القليله اللي كان فيها توافق كامل. يعني معظم الجلسات فيه رأي ورأي آخر وربما رأي ثالث. النهاردة لم يخرج أحد عن السياق العام وهو إدانة العنف الأسري، تجريم العنف الأسري، ضرورة وجود توصيات قاطعة ومحددة للمحافظة على الأسرة من التفكك. وبالتالي تقدر تقول ده الخط العام لتقريبا كل كلام، يعني فيه خلافات في التوصيف او في الشرح، لكن في التوصيات كله كان متفق على ضروره محاربه هذه الظاهر. وبالتالي اظن انه دي هتبقى من اكثر اللجان سهوله في سرعه رفع التوصيات للسيد الرئيس للوصول للمطلب العام، هو قانون موحد ضد العنف الاسري. وممكن تحت هذا العنوان تعمل حاجات كتير جدا. النقطه الثانيه، يعني بطبيعه الحال المشاكل الاسريه او العنف الاسري هو مش هيتحل بقانون بس لسوء الحظ. ليه؟ انت ممكن تعمل القانون النهارده بس في غياب ثقافه راسخه تخلي ده جزء من حياه الناس هيبقى الامر صعب. وبالتالي في النهارده من ضمن يعني عدد كبير من الناس اتكلم كلام جيد، لكن لفت نظري مثلا دكتور اسمه محمد طه وهو استاذ علم نفس معروف، عمل مداخلة فيديو مسجلة أرسلت للجلسة وتليت النهاردة أو أذيعت. هو الراجل المداخلة بتاعته كانت جيدة في إيه؟ إن أنت لازم تشوف الظاهرة على بعضها. إيه هي الظاهرة؟ الظاهرة هي بيقول لك يعني تشريح البناء المعرفي والفكري جوه عقل الرجل والمرأة في مصر. لو أنا فهمت ده كويس والناس فهمته كويس ربما نبدا في التغيير. بمعنى انه بيقول لك ان احنا واحنا كل غالبيه المجتمع المصري الطفل الولد والبنت الصغيرين، قومي يا بنت سخني الاكل لاخوك، قومي هاتي كوبايه الشاي لاخوك. فهي الاخ اللي هو الولد بينشا انه ده حق مكتسب ليه، والبنت بتنشا انه ده ضروره وطبيعه. طيب، ان هي تعمل ده. انا عايز بقى عشان احنا هنتكلم في لب هذا الموضوع يمكن من طرح الدكتور محمد طه، لكن هستأذن حضرتك بس معانا تقرير عن عموما قضايا الأسرة المصرية مناقشات الحوار الوطني لها، وهنرجع نكمل مع استاذ عماد مرة ثانية. عقدت لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني جلسة حول مواجهة العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، حيث تم استعراض أسباب العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية وتداعياتها على التماسك المجتمعي، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل الوصايا على المال. ويعد المحور المجتمعي أحد أهم المحاور التي يتم مناقشتها في الحوار الوطني، ويتناول هذا المحور العديد من القضايا الاجتماعية المختلفة التي تؤثر على حياة المواطنين مثل التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية والثقافة والفنون. وتهدف مناقشات المحور المجتمعي في الحوار الوطني إلى تحديد الإجراءات والسياسات اللازمة لتحسين جودة الحياة في المجتمع المصري وتلبية احتياجات المواطنين في هذه القضايا المختلفة. ولا شك أن هذه المناقشات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. طيب اهلا بحضراتكم من جديد، وهنرجع مع الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين. ولو هسال حضرتك عشان دي نقطه هامه سواء اللي اشار فيها دكتور محمد طه او ما يمكن ان نتحدث عنه، تغيير هذه الثقافات او ما تعودنا عادات او كما يطلق عليها
تحتاج أكيد أدوات مختلفة، ليس فقط القانون زي ما حضرتك قلت، لكن محتاجين جزء خاص بالإعلام، الهوية والثقافة ومن يتحدث في اللجان الأخرى، الثقافة المصرية وكيف يمكن تغيير هذه الثقافة، التعليم والمناهج التعليمية وكيف يمكن أن تساهم الأسرة المصرية وانشغال الأب والأم والتربية وما إلى ذلك، كيف يمكن تمكين كل هذه الأدوات في تغيير هذه الفكرة، يعني كما يقال الصورة النمطية، يعني كما تحدثنا عنها. أنا متفق معك تماما، هو الفكرة هي منظومة متكاملة، مش هتقدر تقول على عنصر واحد بس يغيره. يعني النهاردة أحد الناس قال لك نقلل عدد ساعات العمل ساعتين عشان الناس تقدر تقعد مع بعض أكتر. طب يا عمي كويس الناس تقعد مع بعض، بس احنا دولة محتاجة كل قرش وكل إنتاج، مش معقول احنا أساسا لا ننتج كثيرا، فمش معقول كمان هنقلل ساعات العمل. لكن المهم جدا إن نبقى فاهمين الظاهرة، فكرة البناء المعرفي جوه عقل الرجل والمرأة، انه يبقى انه القوامة كما في الدين، مش القوامة التفوق الولد على البنت، هي قوامة مختلفة ومفهمها مختلف. فكرة المساواة الحقيقية، انه لا انه انا فكرة حتى في الشرع ان انا الراجل يعني اساسا ربنا يعني في الدين الاسلامي له ميزة انه بياخد ضعف حق المرأة، بس يا سيدي دي حقها اللي هو النص ده، ما ده جزء من يعني عدد كبير من الثقافة السائدة في المجتمع المصري، الراجل بيروح يحج ويصلي ويصوم ويعمل بس ما يديش أخته حقها. الثقافة السائدة ده عنصر في غاية الأهمية، أنك أنت تبدأ تكسير هذه التابوهات المحرمة والخاطئة التي تتعارض حتى مع جوهر أي دين، مش الدين الإسلامي بس. وأنا بغير ده أنه من أول الولد ما بيتولد في البيت، الولد والبنت، أن هم يتم تربيتهم باعتبارهم أن هم متساويين، وأن الأفضلية لو في أفضلية هي للأكفأ والأكثر أخلاقا واحتراما وجهدا، حاجات اللي هي اللي توصل بها إلى مجتمع المواطنة الكاملة، أننا لا فرق بين أي شخص إلا بالتقوى والعمل الصالح في المفهوم الديني، اللي هي بتترجم في المفهوم المدني إلى الحقوق والواجبات اللي هي طبقا للقانون. وبالتالي لو أنا قدرت الأسرة تعمل ده في تنشئة الأولاد، المدرسة تكرس ده في المعاملة، المدرسة تكرس ده في المناهج، لما يطلع المجتمع المدني الشارع يبدأ يتقبل أن السيدة دي مواطن كامل لها كل الحقوق والحريات، لا يختزلها فقط في أن هي أنثى جسد وفقط. وبالتالي لو الموضوع ده لما يعني تعمم ده على في كل شيء، في الآخر هينتج عندك مجتمع سليم. لأن المشكلة الحقيقية هو الإيذاء أو التعنيف، مش بس ضرب، ده هو الإيذاء والعنف له عشرات الأشكال، من أول الإساءة، يعني يبدأ من الإساءة اللفظية والتصور الذهني التفوق الاستعلائي للرجل على المرأة، وينتهي إلى القتل أحيانا، أو أنه ويصل الأمر أنه بعض السيدات، في نسب كثيرة بتكلم عن 20% من السيدات بيروا أن العنف ضدهم من الرجالة مقبول ومبرر، وده اسمه أظن الاستلاب، أن أنت يعني الضحية بتدي عذر للجاني. وبالتالي هي المسألة تغييرات قانون، مهم يبقى فيه تغيير قانون، لكن بالتوازي معاه أنت بتغير على مدى طويل فكرة الذهنية والثقافة السائدة. طيب عشان احنا فاضل معانا دقيقتين، وعن الحديث عن الجرائم الإلكترونية أو ما تثيره الإلكترونيات والصحف والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية وما إلى ذلك في ازدياد العنف الأسري، بمعنى أنه تبسيط أنه لو بفيديو بيثار أو حاجة بيحصل تداول ليه بشكل عادي، فكرة أنه بعض الناس بتتداول بشيء عادي أنه يبقى فيديو فيه اعتداء ولا يخفى وجه الأطفال مثلا، أو يعني كل هذا يؤثر في الصورة النمطية والصورة الذهنية أنه ده شيء عادي. هل ده فقط أيضا يحتاج لقانون وضبط للناحية؟ أظن في قوانين مقدمة وفي بعض التشريعات بدأت. إحنا انتشار السوشيال ميديا عمل حاجات جيدة وحاجات كتير سيئة، منها العنف الإلكتروني أو العنف الرقمي، والنهاردة اللفظ ده اتكرر كتير جدا لأنه جزء من النقاش كان موجود، ده كان موجود طول الوقت بس أشكاله مختلفة. لما بيجي في السوشيال ميديا بيئة الجريمة الإلكترونية كبيرة وواضحة ومتنوعة، أنت دلوقتي كمان لسه داخلين في حاجة أسوأ اسمها يعني الذكاء الاصطناعي، له تطبيقات عظيمة جدا جدا، بس الحاجات اللي هي تقدر تستنسخ صوت أو تقلد أصوات ناس، إن هي تركب لحضرتك
على وشك كلام كتير جدا انت ما قلتوش بمحاكاة الصوت، والستات يركبوا اشكال والوان مختلفه جدا. والخطوره بتاعت ده ايه؟ ان انت على ما تقول للناس ان ده غلط، في ناس كتير مش هتبقى عارفه، مش هتبقى قادره تميز ما بين الصح والغلط، هل ده حقيقي ولا فيك. وبالتالي هناك جهد عظيم ينبغي ان يبذل حتى تحارب الجريمه الالكترونيه، حتى تواجه هذا الامر مواجهه حقيقيه، لانه التحديات في العصر الرقمي كتيره وصعبه، مش كلها حاجات حلوه. نعم، انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التوقيت، لكن بالتاكيد لنا جلسات ولنا يعني فقرات مختلفه في برنامج الحوار الوطني. الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا.